من الولاة أيضا أقرباء عثمان الذين نالوا ما نالوا من الشائعات، الوليد بن عقبة. هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي، له صحبة قليلة، وهو أخو لعثمان من أمه، وهو أخ لعثمان من أمه. كان الوليد بن عقبة من رجال الدولة الإسلامية على عهد أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر معلوم أنهما كانا يتخيران لأعمالهما ذوي الكفاءة والأمانة من الرجال. أول عمل له في خلافة الصديق أنه كان موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع الفرس سنة 12 للهجرة. ثم وجهه أبو بكر الصديق مددا إلى قائده عياض بن غنم الفهري في سنة 13 هجري. كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة. لما فتح لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة، فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد. فسار ابن العاص بلواء الإسلام إلى فلسطين، وسار الوليد بن عقبة قائدا إلى شرق الأردن. هذا كله في زمن الصديق. ثم رأينا الوليد في سنة 15 هجري في عهد عمر أميرا على بلاد بني تغلب وعلى عرب الجزيرة، وكان في ولايته هذه يحمي ظهور المجاهدين في بلاد الشام لئلا يؤتوا من خلفهم. وانتهز الوليد فرصة ولايته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بالنصارى، فكانت من جهاده الحربي وعمله الإداري داعيا إلى الله يستعمل أساليب الحكمة والموعظة الحسنة لحمل النصارى إياد وتغلب على الدخول في الإسلام. هذا هو الوليد بن عقبة. في هذا الماضي المجيد جاء الوليد بن عقبة في خلافة عثمان فتولى الكوفة، وكان خير ولاتها، وكان عادلا ورفيقا ومحسنا، وكانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير في آفاق الشرق فاتحة ظاهرة موفقة، كما شهد له بذلك قاضي من أعظم قضاة الإسلام في التاريخ علما وفضلا وإنصافا، وهو التابعي الجليل الإمام الشعبي، فقد أثنى على غزوه وإمارته. يقول حين ذكر له غزو مسلمة بن عبد الملك قال: كيف لو أدركتم الوليد وغزوه وإمارته، إنه لكان يغزو فينتهي إلى كذا وكذا، ما نقص ولا انتقص عليه أحد حتى عزل عن عمله. فهذه شهادة حق من الإمام الشعبي للوليد بن عقبة. وكان الوليد بن عقبة أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم، فقد أمضى 5 سنين وليس على بابه داره بواب، يعني الناس يدخلون ويخرجون عليه وهو أمير الكوفة. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما وليت الوليد لأنه أخي، ولكن وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يستعرض سيرة هذا الصحابي الجليل البطل الإسلامي العظيم الذي كان محل ثقة الخلفاء الراشدين، لا يرتاب بأنه كان أهل للولاية. طيب ما هي الأمور التي أثيرت ضد هذا الرجل؟ من الأمور التي أثيرت أن الزعم بأن الله عز وجل أنزل قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يزعمون أنها نزلت في الوليد بن عقبة، وينقلون رواية تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليجمع صدقات بني المصطلق، فعندما رآهم خاف منهم فرجع وادعى بأنهم ارتدوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد عليهم بالجيش فأخبره أنهم لم يرتدوا، فأخبر النبي بذلك فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولكن الحقيقة يقول أن هذه الروايات كلها أسانيدها ضعيفة. فالوليد بن عقبة كان يوم فتح مكة كان صغيرا، فكيف يوم المصطلق؟ كان عمره كم سنة؟ فكيف يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الصدقات ولم يكن عمره إلا بضع سنوات؟ فقد ورد في الصحيح أن لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان أهل مكة يرسلون صبيانهم، فأرسلته أمه وقد كانت عطرته بعطر الخلوق،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس الأولاد فلم يمسح على رأسه، لأن كانه معطر بعطر الخلوق والنبي لم يكن يحب هذا العطر. هذا دليل أن الوليد بن عقبة كان طفلا صغيرا يوم فتح مكة، فكيف يدعى أنه كان كبير وأنه أرسل لجمع الصدقات؟ هذه رواية كاذبة. من الأشياء التي أخذوها أيضا شربه للخمر، طبعا هذه كذبة وتلفيق لفقت على الوليد بن عقبة وهو بريء من ذلك، براءة الذئب من دم يوسف، حيث ادعى عليه اثنان منهم رجل متهم ب مطعون فيه، ذهب وشهد عليه بأنه شرب الخمر، وقام عليه عثمان بن عفان حد شرب الخمر وعزله عن الولاية. إذن هذا هو الوليد بن عقبة، ولم يبقى، عزل بعد ذلك عندما أشيع أنه شرب الخمر وأقيم عليه الحد، ولم يتردد عثمان رضي الله عنه من إقامة الحد عليه لأنه أخوه أو قريبه. الوالي الذي يليه من أقارب عثمان سعيد بن العاص، هو سعيد بن العاص بن أمية الأموي، له صحبة، ولي الكوفة بعد الوليد بن عقبة، كان من فصحاء قريش، وكان من جملة اللجنة التي كلفها عثمان رضي الله عنه بكتابة المصحف، فهو أمين على مصحف الشريف، فكيف لا يكون أمينا على الأمة؟ وأقيمت العربية القرآن على لسانه، لأنه كان أشبه لهجة، كان سعيد بن العاص أشبه لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرك من الحياة النبوية 9 سنوات، لما توفي النبي كان عمره 9 سنوات، وهو من صغار الصحابة. لما ولي الكوفة غزا طبرستان ففتحها، وغزا جرجان، وكان في عسكره حذيفة وغيره من الصحابة، وكان مشهورا بالكرم والبر، حتى سأله السائل مرة فأراد أن يعطيه فلم يجد، فكتب له بذلك شكا أو كتابا حتى يتيسر لي، وتعال خذ هذا من كرمه. وكان رحمه الله يحب جمع شمل المسلمين ويكره الفتنة ويفر منها، ولاه عثمان الكوفة بعد الوليد بن عقبة، ووفد إلى المدينة مرة، وعندما عاد إلى الكوفة جند أهل الشغب جنودهم ورفضوا أن يدخلوه الكوفة، لذلك رجع إلى المدينة، لم يدخل في الفتن واعتزل الجمل وصفين، وحث أهل الجمل على القعود وعدم الخروج. هذه سيرة هذا الرجل سعيد بن العاص، رجل شجاع كريم، بطل مجاهد فصيح، من اللجنة التي أعدت لكتابة المصحف الشريف رضي الله عنه وأرضاه. الوالي الذي يليه عبد الله بن سعد بن أبي سعد بن سعد بن أبي السرح، ذكرناه سابقا، كان في صحبة عمرو بن العاص ومعه فتحا فلسطين، ثم دخلا مصر وفتحوها، وكان في زمن عمر بن الخطاب والي على صعيد مصر. في زمن عثمان بن عفان حدث خلاف بينه وبين عمرو بن العاص، وكان الحق مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح، رفعت القضية إلى عثمان، عثمان رفض عزله فاستقال عمرو بن العاص، فجمع له سيدنا عثمان مصر كلها، كان بطل من الأبطال، استطاع فتح إعادة فتح الإسكندرية هو وعمرو بن العاص، وإعادة فتح ليبيا، وفتح شمال إفريقيا كاملا، وغنم مغانم كثيرة جدا. وهذا الصحابي الجليل هو الذي فتح السودان وبلاد النوبة، فله الفضل بفتح شمال إفريقيا كاملا وبفتح السودان، وهو أول قائد مسلم اقتحم بلاد النوبة وأدخلها في حظيرة الدولة الإسلامية، وهو القائد البطل الذي انتصر في أعظم معركة بحرية، وهي معركة ذات الصواري، حيث حطم فيها أساطيل الرومان، وجعل بمعونة الله عز وجل البحر المتوسط من طرف مصر بحرا إسلاميا. كانت ولايته ولاية هادئة طيلة فترة خلافته، إلا في آخرها عندما ثار أهل الفتنة، لما وقعت الفتنة وقتل عثمان، اعتزلها عبد الله بن سعد بن السرح، وسكن عسقلان أو الرملة، وتوفي رضي الله عنه وهو أو رحمه الله وهو يصلي صلاة الصبح.
هؤلاء هم ولاة عثمان رضي الله عنه، فهل جامل عثمان أحد من أقاربه على حساب المسلمين؟ هذا السؤال.